مرحبا، امبارح اكتشفت هالكتاب اسمه الكتاب المقدس ولبنان، فيه معلومات كتير مهمة عن شخصيات وعادات لبنانية مذكورة بالكتاب المقدس. ومن كتر ما تحمست قررت دور سيارتي وروح زور كل هالمناطق. يلا مشوا معي تنكتشف سوا الكتاب المقدس ولبنان. نحن حاليا بضيعة الجي، رح نعمل جولة بالضيعة ونسأل الناس سؤال من الكتاب المقدس. حلو كتير الضيعة. عندي سؤال صغير لك. ايه تفضل. في قصة من الكتاب المقدس مرتبطة بمنطقة الجي، إلى علاقة بمنطقة الجي، فيك تخبرنا عن هيدي القصة؟ عندك فكرة عنها؟ لا والله ما عندي فكرة. بطيخ. في قصة من الكتاب المقدس مرتبطة بمنطقة الجي، فيك تقلنا شو هي القصة؟ القصة تاريخية قديمة، هذه من عهد المسيح. عهد المسيح، من ايام المسيح. انت بتعرف الطاعم شجر؟ ايه بطاعم. برافو عليك. ما شاء الله. في قصة من الكتاب المقدس إلى علاقة بمنطقة الجي عن نبي بالعهد القديم. عندك فكرة عن مين بتحكي هذه القصة؟ لا ما عندي فكرة. شخص كان ببطن الحوت وطلع من بطن الحوت واجا على شط الجي، شو اسم هيدا الشخص؟ مختار. في قصة من العهد القديم بالكتاب المقدس إلى علاقة بمنطقة الجي. نعم. عندك فكرة عن شو بتحكي هيدي القصة؟ بالحقيقة بعرفها ونسيها. تعرفها؟ بس نسيها. في قصة من الكتاب المقدس مرتبطة بمنطقة الجي. ايه؟ فيك تقلنا عن مين بتحكي هالقصة؟ هيدي قصة يونان النبي. يونان، مزبوط، برافو. شفت لنا دخلك شي النبي يونان قطع من هون؟ قطع من زمان. شو رأيك نتعرف على هيدي القصة سوا؟ يلا نتعرف. في شي مرة لمحت شي حوت أو سمكة كبيرة عم تسبح؟ ايه شفت مرة سمكة كبيرة. ايه هيدي هي، هيدي السمكة اللي بلعت نبي يونان. ايه؟ عندك فكرة كم يوم بقى نبي يونان ببطن الحوت؟ 3 أيام. برافو للوز، 3 أيام صحيح. يا مختار. نعم. ليش الدنيا هاي؟ لأنه نحن نزعناها. مارسيلينو، شفت اللي شي النبي يونان قاطع بالمنطقة؟ شفتوه؟ وين 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 راح؟ هونيك النبي يونان. يونان يونان يونان. وهيك بيكون انتهى مشوارنا لليوم. تابعونا على صفحتنا لنتعرف على منطقة جديدة من الكتاب المقدس من لبنان.